الفريق بإعداد برنامج بدني خاص لعناصر الفريق من اللاعبين الدوليين. وطلب المدير الفني للأهلي من الشعلالي التركيز مع العناصر الدولية من لاعبي الفريق لإعدادهم بدنيا بشكل دقيق لتفادي أي إصابات قد يتعرض لها أي منهم بسبب إجهاد الفترة الماضية وعدم حصولهم على راحة مثل بقية زملائهم. وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب تتشي بالجزيرة استعدادا لمواجهة طنطا في الدوري. ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته غدا الأحد على أن يدخل بعدها معسكرا مغلقا استعدادا للقاء. ومن المزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة الزميل محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بيك، وعايزين نعرف كواليس تدريبات النهاردة. وعلى قلب هذه الكلام هنا واستعداداته لمباراة طنطا المؤجلة بإذن بعد عقد الدوليين والمنتخب الأولمبي وانتظامهم في التدريبات اليوم بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بالأمس عقب عودتهم يوم الخميس من المباريات والمشاركة مع المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخب المستعد لكأس العالم في روسيا 2018. الجميع اليوم شارك في التدريبات باستثناء شريف إكرامي وسعد سمير وحسام عاشور، حيث أدى كل منهما تدريبات تأهيلية حسب البرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي من خلال الدكتور خالد محمود، حيث يعاني حسام عاشور من كتف في اصبع القدم. طب مخول التدريبات وبالتلعب فقط خلال المرات على ملعب بالجزيره. ايضا سعد سمير بيؤدي التاهيليه داخل صاله الجيم لمقر النادي بالجزيره، وفضل الجهاز في المران اجماعي اليوم حرصا على سلامته، خاصه انه يعاني من اجهاد عودته من المملكة مع المنتخب الوطني في المباراة الأخيرة في منتخب الوطني في. أيضا بالنسبة لعدد من اللاعبين الآخرين، يمكن الجهاز الفني أيضا كان هناك معدلات للياقة البدنية والتدريبات البدنية من خلال دكتور أنيس الشعلالي، تم تدريبهم على بدنية للحفاظ على تدريبات سلاهم كانت مع المنتخب الوطني المعسكر الأخير سويسرا. وبالتالي الجهاز الفني بالتنسيق مع دكتور أنيس الشعلاني فضل معدل لياقة بدنية وتدريب بدني خاص لعدد